الشيطان على منعك، حرص الشيطان على منعك من التعلم، وحرص الشيطان كما قال ابن عاشور: وانظر الى حرص الشيطان على عدم التقاء الصالحين. دايما الشيطان مش عايزهم يقعدوا مع بعض، لان الصالحين هيقعدوا مع بعض هيعملوا، هيتعلموا، هيطلعوا شغل، هيعملوا شغل دعوه، او لما يقعدوا يفرق ما بينهم. فانظر الى حرص الشيطان على منع وعدم التقاء الصالحين مع بعضهم البعض، وعلى فض مجالس العلم. يحرص الشيطان دائما، قلما تستمر مجالس العلم، يحرص الشيطان على فض مجالس العلم. ليه؟ لان يا جماعه عندما العلم بيغيب كل حاجه ممكن تحدث، الخرافات والبدع والعباده على ضلال، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى. يعني اهميه، لذلك البقاعي كان بيقول كلمه جميله، بيقول: كانت هذه القصه تطواف رجل يوم موسى عليه السلام في طاف الارض لطلب العلم، ثم جاءت قصه لطواف رجل في الجهاد، وقدم العلم على الجهاد. الجهاد عشان يكون منضبط محتاج علم، العباده عشان تكون منضبطه محتاجه علم. فخطوره غياب العلم، خطوره غياب العلم. لذلك القصه الوحيده اللي جه فيها الشيطان كانت هنا: اعلم دائما ان الشيطان كلما ذهبت لتتعلم يريد ان يصدك عن هذا التعلم، ولا سيما علم الوحي، علم القران. فاذا قرات القران فاستعذ بالله، يعني كل ما تيجي عايز تعلم كلام ربنا الشيطان يصدك عن هذا العلم.